الحبة السوداء أو حبة البركة لعلاج مرض السكر وتنشيط البنكرياس، أو نقدر نقول إن القمح قوي جدا جدا لعلاج مرض السكر وتنشيط البنكرياس. وممكن نقول بقى آخر حاجة الشعير لبديل للأنسولين وتنشيط وعلاج مرض السكري. يبقى كده أنت عرفت المكونات من أول الفيديو، فصصت لك كل واحدة. هنيجي بقى في الفيديو دلوقتي، بس خلي بالك وخلي بالك إن هنتكلم بالجرامات، لأن دي تجربة معمولة في مملكة في جامعة في الطائف في السعودية، ثبتت فعاليتها في علاج مرض السكر نهائيا. إزاي وحصلت إزاي وإيه هي الوصفة بالظبط؟ تعالوا معانا نعملها ونقول لكم عليها. يا ريت قبل ما نبدأ نشوف بس الناس اللي ما تشتركوش، يا ريت تدعمونا عشان نوصل للناس بس اللي عايزة تتعالج واللي عايزة تشوف إن شاء الله من السكر بالمعلومات دي. يلا بينا بقى على طول نخش في الفيديو عشان ما نطولش عليكم، عشان الناس اللي مهتمية جدا جدا بالمعلومة. هنبدي بنبذة مختصرة بس عن كل مكون ازاي بيعالج السكر عشان الناس اللي شاكين واللي مفكريننا في مشكلة. طيب اول حاجة معانا لبان الذكر. لبان الذكر يا جماعة من احلى وافضل الحاجات اللي في حياتك، اللي ممكن تعالج لك وتنشط لك البنكرياس وتعالج لك الانسولين. الانسولين اللي هو فيه حساسية وفيه مقاومة. لبان الذكر يعني من الحاجات اللي لازم تضيفيها لحياتك لتنظيم السكر. طيب في ناس يقول لك ايه ده، احنا ازاي هتغليها في الوصفة ديت وهتاخديها على طول؟ ده لبان الذكر لازم يقعد فترة طويلة عشان ناخد منقوعه ونستخدم. حضرتك لا، عادي خالص، المية السخنة اللي هنغلي بيها هتقدر تطلع لك نفس النتيجة، يعني ما تقلقيش خالص. طيب ايه المكون التاني اللي هو حبة البركة او الحبة السوداء؟ دي تقريبا الاسمين اللي انا اعرفهم بالظبط، لحد يعرف اسامي تانية ليهم يقول لي. طب الحبة السوداء او حبة البركة، بصوا بقى هي دي اللي اتعملت عليها دراسة من الاصل في جامعة في الطائف في السعودية. قالوا ايه؟ قالوا ان هي بتخفض السكر من النوع التاني. مش بس كده، لا، بتفتح مستقبلات الايه الانسولين، لان حضرتك الانسولين ممكن يطلع من البنكرياس بس مش عارف يشتغل ليه. المفروض يخش جوه الخليه بقنوات، المستقبلات بتاعته مش شغاله، فيخش ازاي الانسولين؟ فبالتالي لقوا جابوا مجموعه من الاعشاب واتعملت عليها دراسه على مرض السكر، لقوا ان افضل المواد الحبه السوداء او حبه البركه. طيب مش بس كده، لقوا من اهم الاعشاب اللي بتعالج السكر، ولو استخدمناه بشكل صحيح بالتجربه اللي هم بيقولوا عملوها، ان احنا نقدر نعالج بيه السكر. ودي كانت المفاجاه جدا جدا اللي غيرت مفهوم الاعشاب لعلاج السكر. مش بس كده، لا، الحبه السوداء وحبه البركه هي مضادات اكسده. يعني ايه مضادات اكسده؟ يعني لو البنكرياس عندك ضعيفه شويه مش عارفه تشتغل، هي بتروح تنشطها لافراز الانسولين. طيب بتقلل مقاومه الخلايا للانسولين، يعني الانسولين خرج ومش عارف يشتغل، لا، هي بتشغله وبتديله قوته. مش بس كده، لا، ده بيحمي القلب وبيقلل الكوليسترول الضار في الجسم. هيبقى معانا القمح. القمح ده، القمح عادي بتاعنا يا جماعة، القمح ليه دور قوي جدا 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 في علاج مرض السكر وخفض الايه الانسولين. هيبقى معانا الشعير. الشعير برضو حاجة كويسة قوي قوي في علاج السكر. الشعير اللي معايا صغير خالص، في الشعير بقى التاني الكبير، في كذا نوع العطار بقى، يعني يعتبر اداني دوت، بس في التاني اللي انا اكتشفت نوع تاني من الشعير. روحوا هاتوا من العطار حاجة اسمها الشعير. الشعير حلو قوي قوي في تقليل السكر في زمن قياسي، هو ولبان الذكر. يعني الخلطه دي والوصفه دي، ده انا هقولها لكم بالجرامات دلوقتي، هنعمل الوصفه دلوقتي هنقول لكم بالجرامات وازاي تاخدوها وايه احلى وقت تاخدوها فيها. فانا كنت بس بديكم نبذه مختصره. بقى نخش في الوصفه، اكتبوا معايا وبالظبط زي ما انا بقول لكم تعملوا، تمام، عشان نوصل للنتيجه، عشان الناس اللي يقولوا ايه ده انت كدابه، ده انت بتقولي حاجات غلط. ده حضرتك انا مش بجيب حاجه من عندي، انا مش بفت، انا بشوف حاجات اتعملت واعشاب وحاجات جابت نتيجه وتجارب ناس ثابتينها وكاتبينها في كتب علميه محترمه، فبجيبها لك. انا مشكلتي بقى انك انت بتعمليها غلط، بتعملي خطوه غلط، بتاخديها غلط،
بتوقفي العلاج وانت بتاخديها؟ لا، انا بقول لك حاجه تعملي زيها. طيب نخش على طول، هتعملي ايه؟ قلنا هتجيبي من كل مكون من دول 100 جرام، اكتبي ورايا كده، 100 جرام من حبه البركه، 100 جرام من لبان الذكر، 100 جرام من القمح، و100 جرام من الشعير. كده عرفتي؟ تعالي بقى نخش على اللي بعده، هنغليهم بقى، نخش في مرحله الغلي. هنجيب حاجه كبيره قوي قوي كده، ديت يعتبر حاجه زي حل، هي هنغلي فيها. هنجيب 3 لتر ميه، انا يعني اهو ده كاتل زي ده مثلا بيحمل 3 لتر ميه. اكتبي بالله عليكي، بالله عليكي، بالله عليكي، اكتبي اللي انا بقوله لك، عشان عارفه ليه؟ لانك انا حاجه اقول لك دلوقتي، تاخدي كوبايه حجمها قد ايه بنفس اللترات اللي انا عاملاها، يعني 3 لتر 3 لتر، تمام؟ هنجيب ايه؟ هنضيف بقى المكونات دي كلها، يعني كل المكونات دي هبدأ بقى اشيلها كده واحطها هنا. اه، لبن الذكر حتى 100 جرام، 100 جرام يعني ما فيش فيه كلام. والقمح وكل المكونات تحطيها، تمام؟ كده حطيتي كل المكونات ورميتي كل المكونات اللي عندك، ما بقاش عندك حاجة. حطيتي قمح وحطيتي 100 جرام من الشعير وحطيتي. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنغليهم. بعد ما نغليهم هيبقى معاكي حوالي 3 لتر هيتبخر منهم من الهواء، يعني من البخار اللي هنعمله، هقولي مثلا 600 مثلا، تمام؟ اللي هيبقى بقى انا عايزاه هنعمله دلوقتي، هنسخن دي وهجيب لكم النتيجة، هصفي لكم منها كوب هنا. طيب اللي هيتبقى هنعمل فيه ايه؟ هقول لكم، هروح بس اسخنها واجيب لكم نتيجتها، نتيجة العصارة في كوباية وهوريها لكم. طيب يا جماعة دلوقتي احنا معانا الكوباية، تمام؟ كوباية زي دي بعد ما عصرناها وطلعنا كل المكونات اللي فيها هنا، تمام؟ اهي. طيب الباقي بقى، المية اللي احنا غليناها دي كلها هتروح فين؟ هتحطيها زي ما هي كده في التلاجة. طب هنستخدمها ازاي؟ هنستخدم كوب زي ده يوميا الصبح كده، اول ما تقومي من النوم تاخديه قبل الاكل بساعة، لازم قبل الاكل بساعة، لمدة كام يوم؟ لمدة 12 يوم. الوصفة لمدة 12 يوم، لو جيتي قسمت ال 12 يوم على حجم الكوب ده هتلاقي 3 لتر بالظبط يقدوك 12 يوم. شفتي بقى احنا بنقول لك ليه الوصفه بالظبط؟ وال 100 جرام توزني كده، جيبي ميزان وتروحي توزني عند حد. بقيت اللي احنا غليناه بقى، اللي احنا بقى الحله الكبيره هي ماشي، اللي انا غليتها بقوم مغطيها واقوم حطاها في التلاجة، كل ما اكون عاوزه اقوم مصفيه منها كوبايه الصبح كده اول ما اقوم من النوم قبل الاكل بساعه، تظبط السكر وتنشط لك البنكرياس. داوموا عليها هتغير لكم حياتكم. 4 مكونات بيظبطوا مستويات السكر وبينشطوا الانسولين. يا ريت تداوموا عليها بجد لانها مهمه، وخصوصا ان احنا مضايفين عليها الحبه السوداء او حبه البركه، اللي هي والله بركه فعلا، بركه، واللي اتعملت عليها زي ما انا قلت لكم دراسه في جامعه في الطائف في السعوديه، لقوا ان هو قال لك لو احنا التزمنا بالمقدار وبالوصفه الصح ان هي تقدري تستغني بعد كده ان شاء الله على الدواء. يا ريت تعملوها بالظبط وما تستعجلوش وتعملوها مظبوط. ولو حد عنده اي استفسار عن اي حاجه يكتب لنا تحت، واحنا مش هنسيبه، هنعمل له اللي هو عايزه. صفوها كويس قوي 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 كده وخدوها مره واحده في اليوم. وبنشكركم جدا جدا على دعمكم، والله احنا يعني انا بتعب على ما احاول اجيب لكم وصفه متجربه، والله الوصفه دي على فكره متجربه ان شاء الله، بتعب على ما اجيب لكم. فانا بشكركم جدا جدا لكل الناس اللي بتدعمنا، اما الناس اللي بتشكك فحاولوا تقراوا وتعرفوا اكتر عشان تعرفوا ان انا بتعب والله لما بجيب لكم. شكرا لكم.